يشهد العالم في عصرنا الحالي ثورة معلومات وابتكارات كبيرة تقودها التكنولوجيا التي لم تقتصر فقط على الأمور العلمية بل طالت كل المجالات منها حتى الصناعة الإعلامية. فبعد الإذاعة والتلفزيون جاء إعلام الإنترنت والحواسيب، غير أنماط استهلاك وتداول تلك المعلومات وطريقة إنتاجها توزيعها وكذلك نشرها، لتأتي الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي لتخلق شكلا جديدا من الصحافة التفاعلية القائمة على الانترنت. سنتعرف معا على تحديات الصحافة الورقية في ظل استحواذ الفضاء الرقمي. نتيجة لثورة التكنولوجية التي أصابت كبد الصناعة الإعلامية، ظهر ما بات يعرف بالصحافة الإلكترونية الرقمية التي يرى كثيرون أنها أزاحت الصحافة المكتوبة أو المطبوعة، صار ينافسها ويشكل تهديدا لمستقبلها وجمهورها وقدرتها على البقاء. منافسة محتدمة في حلبة البقاء للأسرع. الصحافة الورقية في تحدي لتغيير ثوبها وارتداء آخر بمقاييس الجيلين الحالي والمقبل اللذين أمست التكنولوجيا جزءا أصيلا من حياتهم، في حين يرى البعض أن موت الصحافة الورقية هو موت للأدوات لا المحتوى، بحجة استمرار الصحافة الورقية في العالم نظرا إلى استمرار الكثير من الصحف العالمية في الصدور إلى حد اليوم. خروج من سباق التقنية. الصحافة الإلكترونية وبسبب خصائصها وامتيازاتها الكثيرة التي وفرتها للقراء مثل ازدواج الخبر بالصور والفيديو، ساعدها على نقل تفاصيل الحدث بدقة أعلى، وتمكنت من انتزاع الصدارة في سرعة وصول الخبر للجمهور. كما يتيح الإعلام الإلكتروني إمكانية حصول القارئ أو المتابع لها على المعلومات منها في أي وقت وأي مكان هو متواجد فيه، إضافة إلى إمكانية التحديث المستمر للمعلومات التي تبثها على حد سواء وذلك على مدار اليوم. وهذه الخصائص لا نجدها في الصحف التقليدية، حيث أننا لا نجد أي نوع من التحديث أو التطوير المعلوماتي. يتميز الإعلام عبر مواقع إلكترونية من تعديل المعلومات أو البيانات لكي تتناسب مع متطلبات الجمهور وتلبية حاجياتهم على حد سواء. هذا لأن الإعلام الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يوفر أرشيفا معلوماتيا مفتوحا للقارئ للإطلاع والتصفح في كل وقت. وأنت، هل ترى أن موت الصحف يعني موت الخبر؟ أم هو تحدي لتطبيق أدوات جديدة أكثر تفاعلية؟